مين صاحبتكم بقى اللي تآمرت عليكم ووصلت له، وازاي عملتوا المؤامرة؟ هي أختك. في الأول كانت فكرة ميرنا، بس هي كانت فكرة بسيطة خالص. إن هي كانت نفسها تخلي أحمد حلمي يعمل فيديو بس صغير وهي تعرضه في الفرح علشان يقول لي مبروك. بس جاست كده. بس عملتي إيه بقى؟ عملت حاجات كتير. انا طبعا دي كانت فعلا هي دي الحاجه الاساسيه اللي انا بفكر فيها، هي مجرد ان اوصل لمدير اعماله ويصور بس بالموبايل بتاعه مجرد كلمه مبروك واعرضها له على الشاشه واحنا في القاعه بس. ف دي كانت اول فكره، والفكره دي يعني اول حاجه قلتها لصاحبتي ميرا، فبقول لها انا بفكر في كذا، فبتقول لي طيب احنا هنعرف واحد صاحبنا يعني ريمون فوتوغرافي ويقدر يوصلنا لاي حد من الناس، يعني واحد يعرف واحد يعرف واحده كده. يعني هي حاجه طويله قوي، ست كنيه وصل لاحمد بالظبط. فقعدت طبعا محتاره ومش عارفه اعمل ايه خالص، طرقت كل الابواب لدرجه اني كنت بفتح النت وادور على ارقام، واتصلت بارقام غلط لمجرد اني من دول الهدف كله اني انت بقى بس قولي لي بقى بصراحه، مقطعه نفسك قوي عشان انت عايز تشوف احمد حلمي في الفرح ولا عشان اخوكي ميلر؟ انا ما اتصورتش معاه، انا مش هتلاقوني في اي صوره ولا في اي فيديو ولا في اي حاجه، لاني كنت واقفه بعيد بصور. اصحابي ما تصورتيش سيلفي مع احمد حلمي؟ لا هي سويت بس. ايه سويت بس؟ انا قعدت ورا وبصوت. المهم طبعا اخر فكره جت في دماغي نهائيا هي اخت العروسه ساندرا، بس هي بقى تكمل. يعني هو اللي حصل، انا كنت في الشغل كلمت واحد زميلي في الجامعه وصديق جدا اسمه كرولوس جارس، قلت له انت في ممثل مشهور اللي هو استاذ مجدي كامل ومدام مها ساكنين جنبه على طول، فقال لي مش هعرف بس في صاحبنا دكتور كيرو ايمن، فقال لي ده كل يوم صوره مع فنان، كل يوم في حفله في حته، كل يوم بيشوف فنان مختلف، هذا احمد حلمي سبحان الله. فقلت له هكلمه ازاي وهقول له ايه ده، يقول عليا مجنونه. قال لي جربي. قلت خلاص مفيش قدامي غير كيرو ايمن، كلمته اللي هو دكتور كيرو، كلم لي احمد حلمي. قال لي ازاي؟ لا انقلي له بقى الميكروفون لكيرو. بس فهو بقى اتعامل بعديها، وانا كان بيديني التفاصيل فهو يقدر يحكيها اكتر مني. كمل يا كيرو. يعني انا فوجئت في يوم ساندرا بتكلمني بتقول لي انا عايزه منك خدمه فظيعه يا كيرو. بقول لها قول، يعني عايزه تتصوري مع مين مثلا، فاهمه؟ يعني ده اقصى طموحاتك في الكلام. فلقيتها بتقول لي انا معايا خطيب اختي شبه احمد حلمي، والفرح بتاعه يوم 8/9، وعايزين نعمل له مفاجاه نجيب له احمد حلمي الفرح. طب عايزه ايه يعني؟ يعني احمد حلمي مين يا ساندرا؟ ده احمد حلمي مش بيروح فرح صحابه، هيجي فرح اختك انت. مش بيروح فرح صحابه فعلا. فاللي هو فكرت في الموضوع بس، فقالت لي لا هو شبهه واحنا ممكن عايزين نعمله مفاجاه ونجيبه. فقلت لها طيب وريني كده الصوره بتاعته. فراحت بعتت لي صوره ليه، فحسيت ان هو شبهه. قلت لها لا ابعتي لي كام صوره كده كمان. بعتت لي كام صوره، قلت لها لا دوري كويس، لغايه لما جابت لي كل الصور دي. رحت انا مسكت الصور وعديت كده على اهلي في البيت وبتاع، واقول لهم ده شبه مين، لغايه لما القط واحد يقول لي ده شبه احمد حلمي، تمام، صحابي وبتاع، لغايه لما اخترت اكتر صورتين حسيت ان ميلر شبه احمد حلمي فيهم، اللي هما الصورتين بتوع الجيش اللي طالعين دول. ومسكت الصورتين وكلمت ساندرا، فبقول لها بصي يا ساندرا، يعني احنا مش هينفع نخلي الموضوع بالطريقه الهبل دي، احمد حلمي ممكن يستقل بيه، عايزين نعزمه على الفرح، فاحنا نخلي الموضوع بشكل انساني شويه. تمام. فرحت مكلم ساندرا، قلت لها عايزين نظبط لسته كلام كده ونعملها كويس. فرحت كتبت على معلش يا كيرو، انت بتشتغل يا كيرو؟ انا دكتور صيدلي. ايه دكتور صيدلي؟ دكتور صيدلي. ايه لا مش انا عايزه افهم فين الفضا وال هوايه. فرحت فقلت لها احنا هنظبط شويه كلام كده حلوين يبقوا ملفتين كده الانسانيين. فرحت كتبت انا معايا واحد صاحبي شبه احمد حلمي، تمام، صاحبي ده المفروض اللي هو ميلر، انا اول مره اشوفه النهارده. انت ميلر ما تعرفوش؟ انا اول مره اشوفه النهارده. تمام. حقيقه انتوا نصابين. فكتبت انا معايا واحد صاحبي شبه احمد حلمي
والناس بتوقفه في الشارع وتقول له أنت شبه أحمد حلمي فعلا، وهو قدوته في الحياة ومنية حياته إنه يشوفه. تمام؟ يقول شحتوا عليك كمان. ضيعوني خالص. يعني ده أنت صعبت على أحمد حلمي. لا غالبا كده. فرحت قلت لها طيب بصي يعني احنا مش هنسكت. رحت قاعد بتكلم مع واحد، يعني قاعد بتكلم مع واحد صاحبي بالصدفه من اللي انا وريت له الصور وكده، فانا وبساله فافتكرنا واحد صاحبه كان معاه في الجامعه معاه ابن خالد احمد حلمي كان صاحبه. يا نهار اسود. والله العظيم احمد حلمي طبعا ما يعرفش الكلام ده، ولما هيسمعه في الحلقه هينتحر. انا ما اعرفش الكلام ده. طب يعني ابن خالد ايه؟ احمد حلمي من بنها اسمه حسن. يعني انت تعرف واحد يعرف ابن خالد احمد حلمي من بنها واسمه حسن المفروض يعني. بس رحت بعت له حكيت له الموضوع وشرحت له الكلام وحاولت اخليه يتواصل معاه عشان يوصل لفنان احمد حلمي، وسبت الخط برده مفتوح معاه. قعدنا برده مستنين يوم والتاني مفيش اي حاجه حصلت. روح تمام. يعني احنا سايبين، يعني احنا بنقول يعني ممكن الفنان احمد حلمي هياخد الموضوع بهزار، مش مصدق ان في حاجه ممكن تحصل كده. او مسافر طبعًا. او اي حاجه تمام. بس فصندرة بتقول لي ايه الاخبار الفرح قرب فاضل 4 ايام. فقلت لها طب بصي اديني شويه كده ثواني اعمل حاجه. رحت داخل على الفيسبوك وعلى الواتساب وكده وبعت لكل الممثلين ومنتجين ومخرجين، جبت اكونتات بتاعتهم وبعت لهم كذا حد فيهم اللي رد عليا وقال لي فعلا انا ما اعرفش الفنان احمد حلمي وما اتعاملتش معاه فمش عارف اوصله. في اللي رد عليا وقال لي بص وانا برده ما اعرفوش بس انا هحاول اوصل له الكلام انت قلته لي. وفي برده اللي رد عليا وقال لي يعني المنتج المؤلف محمد حفظي رد عليا وقال لي انا بعت الكلام للفنان احمد حلمي. حفظي محمد حفظي في ظل هذا الفراغ اللي هم كانوا بيعانوا دول عاملين يعني ولا انتربول عشان يوصلوا لاحمد حلمي، كنت انت بقى خلاص يعني مجهز ومظبط شقتك وقاعد كول يعني ومرتاح وكده، ولا لا كنت لسه بتجهزوا الشقه وبتظبطوا حاجتكم؟ انا لحد اخر يوم كنت واضح. كمل يا استاذ. بس فرد عليا وقال لي انا بعت الكلام ده لاحمد حلمي على الاكونت بتاعه على الفيسبوك وهو دلوقتي في ايديه القرار، واول ما هيبلغني هبلغك. رحت قلت له خلاص يعني ميرسي جدا وشكرا. وقعدت مستني بقى يوم الثاني الفرح فاضل يومين مفيش اي حد بيكلمني خالص مع ارقامي ما حد. رحت كلمت صندرة قلت لها بصي انا اخر حاجه هعملها ان انا اكلم واحد صحفي اقول له احنا عايزين ننزل خبر ممكن يبقى حاجه حلوه ليك يفيدك في شغلك بان شبيه احمد حلمي يطالب حلمي بحضور زفافه ويبقى زي جواز بقرار جمهوري. هنحطه قدام الامر الواقع. تمام. فروحت بالصدفه كنت من كام يوم متكلم مع واحده صحفيه وكده يعني، فروحت كلمتها قلت لها بص انا عايزك في موضوع ممكن يبقى سبق صحفي ليك ويفيدك جدا في شغلك وتتفاجئي وتتكافئي عليه. راحت قالت لي قول. رحت بعت لها الاسطمبه بتاعه الكلام والصور اللي احنا محضرينها ورحت قالت لي بص يعني انا هحاول اوصل لك الكلام ده يعني ان شاء الله. رحت قلت لها اوكي معاكي وبراحتك وشوفي. بعدها بشويه راحت مكلماني وبعتها لي سكرين شوت من الواتساب بتاع الفنانه منى زكي. وبعتت الكلام لمنى زكي. منى زكي ردت عليها ايه ده هيعجبه قوي الكلام ده حلمي هيتبسط جدا ده شبهه فعلا وعسل. بس هو حلمي معاه سفريه بعد بكره فاحتمال ما لو ينفع السفريه تاجل ممكن يجي. بس لغايه لما جينا يوم الفرح فبكلم صندرة قبلها بقول لها بص يا صندرة خلي الموبايل بتاعك في ايدك عشان عندي احساس عالي جدا ان احمد حلمي هيجي الفرح. يعني هم كلموني وخدت العنوان وخدت الرقم التليفون فاكيد هيجي. فما ينفعش المفروض ان انا صاحبه الانتين يعني ممكن ما يتصلش بيا يعني اكيد هيحب ان هو يفاجئني. فاهم؟ وانا اكيد موجود في الفرح يعني مش معقول هعمل ده كله ومش موجود. بس فقلت لساندرا الكلمتين دول قالت لي ما تقلقش الموبايل في ايدي. جه ميعاد الفرح بقى. وهو اللي حصل هقول لكم ساندرا ايه اللي حصل بالظبط في الفرح لما جه. هو انا في نص الفرح كده عماله ماسكه الموبايل كل شويه مفيش حاجه الله يخرب بيتك يا كيرو مفيش حاجه. بس فبعديها قلت خلاص بقى انا هطلع عشان التعب اللي تعبناه ده كله ما يبقاش جاي على فشوش تعب ميرنا والتفكير وان هي هتموت وتتفرح ميلر ونزنها كل شويه صندرة فين يا صندرة فين.
ان هي اعتمدت عليا وكده، فانا كان نفسي ابسطهم وابسطها. جينا بقى كده بعد شويه كده، كان وقت البوفيه مش عارف وقت كان غريب. بس فوجئت بقى، فوجئت كده لقيت ساندرا جايه مهيبره، يا جماعه استنوا، يا جماعه استنوا، يا جماعه استنوا جامد يعني، استنوا ما تاكلوش يعني، استنوا محدش يمشي و فارجوكوا استنوا يعني، عشان كانوا راحوا عند البوفيه. اصلا الناس اوريدي كانت دخلت البوفيه، وانا اصلا طالعه التويليت، انا مش في دماغي، انا طالعه بره القاعه داخله التويليت ببص كده، لقيت واحد شعر كتير ولابس نظاره شبه احمد حلمي قوي، هو في ميلر ثالث في ايه يا جماعه؟ بس ببص كده احمد حلمي وجاي لوحده حتى من غير جاردس ولا اي حاجه، داخل كده بقول له تعالى تعالى انا ساندرا، انا اللي وصلنا لك المسج كذا كذا، انا وميرنا وكيرو وانت ايه جيت امتى ولا ازاي ولا بتاع. قال لي تعالى، انا عمال بدور حوالين نفسي من بدري. قلت له طب ممكن ثانيه واحده، ما ينفعش تخش كده فجاه. دخلت قلت لهم يا جماعه ارجوكوا ابوس ايديكوا اطلعوا بره البوفيه دقيقه. طبعا واقفين قدام الاوبن بوفيه قرار صعب، مركزين، اصعب لقطه، اصعب طلب. بس دخلت قلت لهم يا جماعه بس في مفاجاه دقيقه واحده وكملوا البوفيه براحتكم. طلعت اخدته ودخلنا وبس، ميلر بقى يكمل احساسه كان عامل ازاي. طبعا الـ انا فاهمه سنكم ده كان عامل ازاي اصلا في الفرح وانتوا اصحاب، واحمد حلمي الكبار بقى فهموا ولا الكبار يعني اهالي؟ كله كبار صغيرين كله.